مفيش حد فينا مش حاسس بانه لازم في حاجه كبيره تتغير في شكل حياتنا اليوميه بسبب التضخم. وبالمناسبه في كل ازمه بيطلع شويه حاجات وسلوكيات افضل كتير جدا ما كناش هنعملها الا بالازمه. افتكر كده اخر مره بعد شر على اي حد، يعني حسيت بنهجان وشفت نفسك مش طالع السلم، وفجاه رحت للدكتور لقيت نفسك ضغطك بيعلى وانت سنك صغير، ودي ازمه بالمناسبه، لكن اكتشفت انك ما بتلعبش رياضه فقررت تلعب رياضه. في نفس السياق ده ازمه الشوارع والزحمه، واللي رغم كتير من التجديدات في الطرق لسه موجود وهتفضل موجود. العواصم، هذا شان العواصم وهذا شان المدن، هتفضل في زحمه وفي عطله في الطريق بسبب زحمه، وهيفضل في جزء كبير من التلوث سببه انبعاثات السيارات. عشان كده لما بنتكلم عن مبادرات فيها تغيير لشكل الحياه لازم في الاول نبقى فاكرين عارفين وفاهمين انه الاصل هو نبقى في ازمه. احنا مش هنغير نمط الحياه، ومحدش فينا هيقرر يبطل انه اللي بيركب عربيه مثلا يستغنى عن العربيه والتكييف الا لو في ازمه، بيتاخر، بيتزنق، عايز يحسن صحته فهيستغنى عن العربيه. استغنى عن العربيه، لو لقيت مواصلات كويسه هستخدم مواصلات كويسه، لو لقيت حل الطف بقى واخف واظرف انك تروح الشغل بعجله او انك تروح الجامعه بعجله او انك تتنقل في المشاوير الصغيره راكب دراجه بايكينج زي ما في كل الدول الاوروبيه تحديدا، ودي ثقافه عند الاوروبيين. بنروح كنا بننبهر وكنا بنتمنى اليوم ان اللي نقول يا ريت مصر ينفع يحصل فيها كده. مصر ينفع يحصل فيها كده في المطلق صعب، لكن لو قلنا انه يبقى في حاجه واضحه ومحدده واماكن محدده ومشروع واضح المعالم، يبقى احنا بنتكلم عن كايرو بايك. كايرو بايك واحده من المبادرات اللي سمعنا عنها من فتره، بعدين كده هديت الأخبار، لكن رجعت وبقوة. بنتكلم عن استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للمواصلات، إنك تشوف الجراج اللذيذ اللي احنا شايفينه على الشاشة ده، وإنك تبقى قادر تاخد عجلة وتروح بيها مشوار قريب، تبقى راكن عربيتك وما تتحركش بعربيتك، حاجة كده من الأحلام. قبل ما نعرف في بال الناس هتقول لك ايه بقى، قبل ما نفكر الافكار الشريره بتاعتنا ونقول لا والعجل هيتسرق والناس هتركب ولا لا ويا ترى حد هيركب في الحر، قبل ما نسال على الكلام ده كله، انا نفسي اسمع من اصحاب الفكره واصحاب المشروع واللي نفذوه، لانهم اكيد هم نفسهم سالوا الاسئله دي كلها وحطوا في بالهم كل التحديات بتاعتنا كمصريين قبل ما يحطوا تحديات تغيير الثقافه اصلا. مساء الخير على استاذ محمد سامي، مدير ومؤسس جو بايك، ومؤسس جو بايك واحدة من الجهات المشاركة في المشروع الكبير جو بايك، واللي أنا زي ما بقول كانوا شفنا مرحلة تجريبية قبل كده. مساء الخير على حضرتك. مساء الورد أستاذة دينا، ومساء الورد على جميع السادة المشاهدين. لا ده أنتوا الورد وجمال وحاجة حلوة خالص. أحكي لي بس على جو بايك. أنا عارفة أن المشروع بقاله كتير حلم، فاحكي لنا بقاله قد ايه، نفسك تحقق الصوره الحلوه اللي احنا شفناها خلاص في شوارع القاهره دي من امتى؟ الحقيقه هو ده كان حلم لكل راكب دراجه في مصر وكل حد بيفكر ان هو يركب دراجه، فكان حلم بعيد المنال. لكن الحقيقه مع الجهود وتضافر جهات كتيره قوي قدرنا ان احنا نوصل لملامح الحلم اللي احنا بنحلم بيه بقالنا اكتر من 10 أو 15 سنة. إحنا الحقيقة كجو بايك هي فريق هادف لنشر ثقافة الدراجات، بنتجمع بنعمل جولات باستخدام الدراجات كل يوم جمعة صباحا، بنتحرك في شوارع القاهرة، بنستفاد بالكثافات المرورية القليلة اللي موجودة في الشوارع وجودة الهواء اللي موجودة يوم الجمعة صباحا. كان عندنا مشروع شرفت إن أنا كنت مدير هذا المشروع اسمه سكتك قادرة، وده أماكن تثبيت ركنات الدراجات في أماكن عامة، وده كان تمهيد لفكره نظام مشاركه الدراجات اللي هي كايرو بايك. ففكره ان احنا نغير من ثقافه الشعب ونقول للناس انه الدوله فعلا بتهتم بالبنيه التحتيه للدراجات، وان احنا عايزين يبقى فيه لينا حق في الطريق، والدراجه ليها حق في الطريق زيها زي اي مركبه. فبدل ما اي حد يركن العجله بتاعته في عمود او شجره، فبيبدا ان هو يثبتها في اماكن مخصصه ليها. ودي كانت البدايه بقى لمشروع اسمه كايرو بايك، اللي هو يعني الدوله بتهديه لينا
والنهارده بنحتفل باليوم العالمي للدراجات، فمحافظه القاهره قررت ان هي تهدينا يعني مشروع رائع، مشروع قومي فيه جهود كتيره قوي من محافظه القاهره، مكتب الامم المتحده للمستوطنات البشريه اليو ان هابيتات، معهد تنميه سياسات النقل، فجهود كتيره قوي مع مشاركين كتيره جدا اشتغلوا على هذا المشروع كدراسه وتصميم وتنفيذ، وان شاء الله اللي احنا شفناه ده هو بداية تجريبيه. ما انا عايزه بقى نتفق اتفاق، بما انك راجل بتاع بايكنج وسريع، عايزه اسالك 20 سؤال في 3 دقائق، يعني اتصرف وجاوبني ماليش دعوه. يلا بينا. فانا بسرعه، انا فاهمه انه جو بايك هي مبادره تطوعيه، وان الناس الحلوه اللي بنشوفها يوم الجمعه الصبح في الشارع هم انتوا، فدي حاجه عظمه. لكن كايرو بايك او اللي احنا متوقعينه، صحح لي بقى معلوماتي اولا، هل كايرو بايك بتديرها المحليات، يعني اقصد محافظه القاهره هي المسؤوله عن كايرو بايك، مسؤوله عن مجموعه من الدراجات، ولا هي دراجات خاصه انا اقدر اركنها في جراجات مخصصه؟ لا بالفعل هي محافظه القاهره هي اللي بتدير هذا المشروع. أيوة. بالتعاون مع يو ان هابيتات، بالتعاون مع مؤسسه دروسوس السويسريه، يعني هلاقي عجله ركنه في الزمالك اقدر اخدها واروح بيها المهندسين، ولا بالظبط اروح انا بالعجله بتاعتي؟ لا خالص، مش محتاجه حضرتك يكون الدراجه بتاعتك او بتمتلكي دراجه عشان تستخدمي مشروع كايرو بايك ده. على غرار الدول الاوروبيه بنلاقي محطات موجوده نقدر نستقل منها اي دراجه، وبنبدا ان احنا نروح بيها للمحطه الاخرى ونترك العجله ونقفلها، ويكون التشغيل عن طريق موبايل ابلكيشن نقدر ان احنا نستخدمه وسهل الاستخدام على جميع المنصات. حلو قوي. فدي بتبقى على غرار الدول الاوروبيه بنحاول. السؤال الثالث احنا اتفقنا في 3 دقائق، بما انك قلت موبايل ابلكيشن يبقى في ضمانه لانه العجله دي ما تتسرقش في السكه، ده مظبوط؟ في مبلغ بالضبط. تأميني أو حاجة؟ في طبعا نظام تتبع لهذه الدرجات للتحكم في الدرجات، وده بيكون عن طريق غرفة عمليات خاصة بالمشروع بتاع كايرو بايك، وكمان بيكون في كاميرات مراقبة لهذه الدرجات يعني. حلو قوي. بما انك واحد من مؤسسي جو بايك ومشيت كتير في شوارع مصر، ايه المناطق اللي انت شايفها مؤهلة جدا لنجاح تجربة كايرو بايك؟ الحقيقة المناطق اللي هي فيها مرتدي دراجات كتيرة بيبقى فيها كثافات مرورية أكتر، نقدر نستبدل السيارة أو وسائل النقل بالدراجة، وكمان عندنا مشروع رائع جدا اللي هو مشروع ممشى أهل مصر، وفي مسارات مخصصة للدراجات، فيقدر كمان الناس اللي هي بتستخدم كايرو بايك تتفاعل مع مشروع ممشى أهل مصر وتمشي في مسارات الدراجات. فإحنا شايفين في تغير في وجهة النظر لراكبي الدرجات في جمهورية مصر العربية مع القيادة السياسية، مع المبادرات الشبابية من وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، كل ده دعم لراكبي الدرجات وثقافة الدرجات ونشر ثقافة الدرجات كوسيلة انتقال آمنة ومستدامة وصحية، بتقلل الانبعاثات وتقلل استخدام السيارات، وكمان بتحافظ على البيئة وتوفر الفلوس وصحيه الصحه بتحسن الصحه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد، ونتمنى واحده من الحاجات اللي طول الوقت الواحد غيران نفسه يروحها معاكم مره، بس ان شاء الله ننضم اليكم جميعا بقى في محافظه القاهره، وبدايه كايرو بايك اعتقد انها تبقى بدايه مشجعه لكثير من المحافظات ان يتطبق فيها فكره البايكنج او ثقافه ركوب العجل، عشان تغير ثقافه. ما ينفعش افضل انصحك اقول لك اركب عجل وفي الاخر تنزل الشارع ما تلاقيش مسار مخصص ليك، ما تلاقيش جراجات لركن العجل، ما تلاقيش الثقافه حتى في راكبي السيارات اللي جنبك انهم يوسعوا لك الطريق حتى مبدئيا، او يدوك الحاره اليمين لحد ما يبقى في تنسيق كمان مع الهيئه العامه للطرق كمان ووزاره النقل والمواصلات، في تنسيق كبير. لكن المرحله التجريبيه الاولى دي حاجه عظيمه جدا، بشجع اللي يشوف حد راكب عجله يديله مساحته، يساعده، يمكنه، وكمان في يوم من الايام يمكن كلنا نقدر نعمل كده قدر الامكان.